الاسم منو؟ سامي يوسف حامد جمع. اوكي الرتبة؟ جندي. جندي تابع لوين؟ دفاع الشعبي. دفاع الشعبي؟ اوكي. القبيلة هنا؟ مسيري. مسيري شنو؟ احمر. ها؟ احمر. احمر؟ خشم بيتك شنو؟ خشم بيتك؟ استغفر الله العظيم. انت قاعد في الخرطوم؟ في الخرطوم. قاعد في حته في الخرطوم؟ عجوز مربع ستة. عجوز مربع ستة؟ اتولدت هناك؟ اتولدت هناك. امك وابوك من مسيريا؟ مسيريا. مسيريا حمر. المنطقة بتاعتكم وين؟ فولة. الفولة؟ الفولة جوا ولا برا؟ جوا. جوا ذاته؟ طيب انت خشيت الدفاع الشعبي ليه؟ دير الدافع عن ياتو شعب. ما عارف مش هذا؟ خشيت بس ولا في زول دخلك؟ خشيت براك. في زول اداك بشارة انه هو هيرقيك ولا هيكافئك ولا كده؟ لا. اها انت خشيت بس من اجل انك طبعا في الدفاع الشعبي في ثلاث شعارات بتقول شنو؟ جهاد نصر شهادة. جهاد؟ نصر شهادة. نصر شهادة. وانت طبقت ياتو واحدة في مصر. طبقت الجهاد ولا النصر ولا الشهادة؟ لا ولا واحد؟ انت ما متعمق في الشغل ده كويس. اتدربت فترة قدر كيف؟ شهر. شهر؟ بتعرف تضرب كويس؟ بعرف. سلاح فك تركيب؟ بعرف. كم سلاح بتضرب؟ بضرب كلاش. كلاش بس؟ وكان وقع جنبك جيم كيف؟ ما بتعرف له؟ ما بعرف. أسرتك وين هسه أنت؟ أسرتك أبوك وأمك موجودين؟ موجودين. أخوانك؟ أخوانا موجودين. الدفاع الشعبي فيها حتة بالضبط في الخرطوم؟ موزع في 13 وفي 4-5. الرئاسة بتاعتك وين؟ الرئاسة في الخرطوم. خرطوم يا حتة. أنت بتعرف رئاسة الدفاع الشعبي في الخرطوم؟ بعرفها. يا حتة. العربي. العربي؟ بتعرف القائد العام بالنسبة للدفاع الشعبي ده منه؟ لا ما بتعرف. طيب رسالتك شنو وانت حاسه مأسور وسط الجبهة السودانية الثورية؟ الجبهة السودانية؟ الجبهة الثورية السودانية. رسالتك شنو ناس الدفاع الشعبي بتاعك؟ السلام راي نازل كلهم كويسين وما قاعدين زي ما هم يقولوا. يعني الحماس بتاع الدفاع الشعبي جهاد ونصر واقتل العملاء والمارقين والكلام ده يقول عمر بشير ده كلام ده كويس؟ لا لا ما صح. انت استمعتوا امبارح لعمر بشير يا جماعه؟ لا ها؟ امبارح كان بيشد بكم شديد جدا، قال انتوا هتطهروا بكرشول من كل الدنس بتاع المارقين والخونه. سمعت الكلام ده؟ لا لا ما سمعت. عمر بشير ما لي يده شديد بكم يعني. فالرساله بتاعتك شنو له؟ السيد الرئيس ذاته لك رسالة له؟ لا يا زول الزول ده اسمه بشجعك انك تمشي قدام ارمي قدام ورا مؤمن. ها؟ الكلام ده لسه مركب في راسك انت. ها؟ لسه ترى جاهد لازم. انت عندك لسه برنامج تجاهد في راسك. ما عندك ثلاث شعارات جهاد والنصر والشهادة. الشهادة الحمد لله انك شنو؟ انت لسه حي ما هتشيلها ولا كيف؟ عمرك طويل. رسالتك شنو بالنسبة لأخوانك في الدفاع الشعبي؟ لا والله بتناشدهم يجوا يشكلوا يجوا يحاربوا؟ لا لا. اها احسن يمشي بيوتهم يقعدوا؟ يمشي بيوتهم ويزلوا والبقرة يس والبقرة يواصل قرايته والشغال في السوق يواصل شغله. شغال في السوق ويواصل لانه الحاجه دي انت شفتها بعينك. شفتها بعينك. الناس بتتحارب؟ الجبهه الثوريه بتتحارب؟ بتتحارب على حسب شو انت قبضوك وين؟
قبضوك الطرف ساي ما جوا المعركة ولا هنا؟ جوا المعركة. جوا المعركة؟ اها الدواس كان كيف؟ كان كويس. ها كان كويس؟ الشكل كانت كويس ولا صعبة؟ لسه الراس فاضي. ها؟ خلي بالك ها؟